débat. لو ديبا في مودو ديزاين رجعنا لكم مرة أخرى نحكيو في فقرتنا الأخيرة على أهمية تطوير قطاع التصميم في تونس من خلال تجربة الهوب ديزاين ومشروع تونس الإبداعية اللي كما كنا حكينا فيه مع المستشار التقني للمشروع تونس الإبداعية سي طلال سحميم اللي مازال مواصل معنا. مرحبا بك مرة أخرى سي طلال. يعيشك. شكرا لك مرة أخرى لقبول الدعوة. ونزيد نرحب زادة معايا بضيفي لو ديزاينر حسان الجرجلي جاي كالايتينغ. مرحبا بك حسان. يعيشك. مرحبا حسان. أنت واحد من لي ديزاينر اللي شاركوا في باري ديزاين ويك اللي كنا حكينا فيه قبيلة شوية مع سي طلال، واللي باش تحكي لنا شوية على تجربتك من خلال هالأسبوع التصميم هذا في باريس، وتجربتك انت زادة في علاقة بالهوب ديزاين دو كرياتيف تونيزي. قبل ما نمشي معك حسان، نمشي لسي طلال في إطار حق الرد على السؤال اللي طلبه سي أحمد قبيلة في علاقة بالديزاينور. علاش قالك سي أحمد علاش ديما مربوطين الديزاينور بالاختزانة، علاش ما نمشيوش لأنفولي آخر؟ سي طلال يعيشك. إبراهيم، قبل ما نجاوب على سؤال سيد أحمد، أيوة، جيست توضيح صغير. الأوب ديزاين مش تاع كرياتيف تونيزي، الأوب ديزاين بتاع الديزاينر التوانسة. Creative Tunisia, elle est là pour accompagner, pour mettre en place le projet. Ama rahu, c'est la propriété de l'école. Kul wahed yezmou yitbanna l'espace hadaï. El talaba, el jama, el hirafiyin, el musammin, rahu l'espace li mhouma. Mouch li nahna. Hadha li ta'miq el ihsas bel intima el mashrou' hada. Wadh. El haja el thania, سيد احمد تو سالنا على لو ديزاين، علاش معناتها الى روبروشي كيفاش كرياتيف تونيزيا تخدم كان على ديزاين ارتيزانال ما تخدمش على ديزاين اندستريال. اي نعم. باهي، جوست هنا احنا سي ان بروجي دو ديفلوبمون. هو كي ممول من طرف الاتحاد الاوروبي والتعاون الايطالي، ومي اون اوفر عن طريق منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه بالشراكه مع الديوان. وكل بروجي دو كوبيراسيون عنده دي زاكس دانترفونسيون، عنده دي ريزولتا نتاعو، وعنده دي زانديكاتور دو سويفي. دونك احنا نخدموا في البروجي نتاعنا، معناتها الميسيون اللي تعطات لنا في البروجي هو لو ديفلوبمون دو لارتيزانا اي دو ديزاين ارتيزانال في تونس. دونك ما نجمش نخدم على الديزاين اندستريال. سوف كو الحاجه اللي حاولنا نعملوها، خاطر ما نحبش نخلق كونسيبت هذا ارتيزان ارتيزان، لو ديزاين سي لو ديزاين. نعم. كو سوسوا بار لا فالوريزاسيون دي سافوار فير نتاعنا لوكو، والا لي يخدم على لي اندستريال التوانسه. دونك هذاك علاش احنا كي عملنا لو كونسيبت نتاع لو اوب دو ديزاين هنا هو مجعول للديزاينر الكل. بالعكس، احنا نحبوا التلاقح ما بين الارتيزانا وما بين الديزاين وما بين الاندستري، ونحبوا كيف دي سافوار فير ارتيزانو يولي عندهم ان فوليوم اندستريال. انت تعرف اللي تخدم في السيراميك باغ اكزومبل، وتعرف اللي في السيراميك نجموا لي برودوي نتاعنا يوليو ما نسميهمش دي برودوي اندستريال، اما سي ان سافوار فير ارتيزانال خاطر فيه الهويه نتاعنا، اما الفوليوم ينجم يكون عنده فوليوم اندستريال. هذاك علاش دايور في نابل الشركات اللي موجوده في نابل برشا، معناتها بارتي كبيره من البروسيس دو برودكسيون نتاعها اندستريالزي. اما يلزم يقعد لو برودوي يل راكونت اون استوار، يلزم تقعد فيه لا توش نتاعنا باش احنا نجموا نصدروه للمنتوج هذاك. سكون ابيل بارفوا السومي اندستريال، نصف صناعي. نصف صناعي. اللي هو شطرو بروسيس ارتيزانال يدوي وشطرو صناعي بمفهوم الاندستري. وانا مقتنع انه ما تتطور الارتيزانا الا ما تتطور الاندستري. بالضبط. ودايور في نابل لا شين دو فالور نتاع السيراميك دو طابل علاش تطورت؟ على خاطر ثم دي زونتربريز اندستريال، خاطر الاندستري تولي هي تخلق لي نورم تاع الكاليتي. كان ما جاش تونيزي بورسولان، وما نحبش دي زونتربريز نتاع بورسولان ودي زونتربريز نتاع غري اللي هما يخدموا avec un process industriel. كما جاوش هذوكم خلقوا les exigences de la qualité، les artisans ما يتبعوش. صحيح. دونك يلزم لو بون ما بين الارتيزان والاندستري يكون موجود. موجود مربوط ببعضه. شكرا لك سي طلال على التوضيح، يعطيك الصحة. باهي نمشي معك حسان، حسان جرجلي مصمم. باهي حسان، مشاركتك كنت شاركت أنت مع دوتر ديزاينور في باريس، أسبوع باريس للتصميم، باري ديزاين ويك. كان تحكينا على التجربة هذه حسان، احكينا شوية ساعة على روحك شوية، شنو أنت، شنو هي الفورماسيون دو باز نتاعك، شنو تعمل، شنو المنتوج اللي تقدمه، ومشاركة نتاعك في أسبوع باريس للتصميم. السلامة، مرحبا بجميع المستمعين، مرحبا بكم. انا نقدم روحي حسين جرجلي، اركيتكت اي ديزاينر، عندي اون مارك دو لومينير اسمها جيكا لايتينغ. توا عندي من 2017 نخدم على اون جام دو لومينير، معناها جو مو سوي سبيسياليزي اكثر في لي زوبجي لومينو. من الثريا، الحاجات يشعلوا طاولة، حاجات اوتور دي لومينير. في
توا بديت في دي لامب اون بوا باللوح معناها دخلت ولا تغرمت من تكنيك جلي بوسي على الاخر الاكثريه باللوح ومن بعد اكثر عملت حاجات بالحديد من بعد عملت حاجات بالرخام قام اكثر لوكس عندي معناها متنوع فما تنوع في المواد الاوليه اللي تستعملها فوالا بالضبط وانا ديما نستعمل من الاول كي بديت باللوح نستعمل لوح كونتر بلاكي اللي هو فريمون حاجه محقوره ياسر في تونس وجوستومون في التاريخ نتاع الديزاين والتاريخ نتاع الاركتكتور ديما فما ان سيغتان ايبوك كيما قبيله حكيتو مثلا الباو هاوس ولا ارت اند كرافت ولا فيرك بوند المون هذوما سي دي موفمون كبار فوالا هذوما شنو جاو يعملوا المصممين مشاو للي زارتيزون جوستومون عملوا اون اسوسياسيون ما عادش كل واحد يجبد روحه بالعكس تلموا مع بعضهم وخلقوا حاجه جديده احنا في تونس هذيك جاتنا مخر الحكايه في تونس دونك قاعدين فريمون انا بدي معناها مشروع كرياتيف تونيزيا حاجه تسمى معتبره في تونس اللي هي فريمون تشجع على الحكايه هذيك دونك يعطيك الصحه حسين لو برودوي اللي مشيت بيه حسين باري ديزاين ويك كيفاش لقيت وحنا شفنا قبيله صور فيهم حتى وي. صورتك انت والبرودوي نتاعك معناتها كيفاش كومون اي بريزونتي كيفاش كانت رده الفعل نتاع الزوار نتاع حتى العارضين اللي معك الاخرين من جنسيات اخرى كيفاش كانت التفاعل انا ديجا دونك من اقل لي ديزاينر اللي فريمون كي تشوف البرودوي نتاعي تقول ارتيزانات تونسي انا ما عندي شكل هويه القويه شكل كاشي داير بالسيف ما فرثت روحي ما طالين فاتني مع كرياتيف تونيزيا بالبوني فهمتني هذا بالنسبه لي هو سي امبورتون يخرجك الهويه هذيك لكن انت في منظورك انت كمصمم يمكن البروسيس يقعد ديما كيما قلنا فما الاندستريال شويه وفما 70% في مانويل اما هو لاسبي مانويل ما يظهرش برشا كي تشوف البرودوي فيني اما كي تشوف تيلمون بارفي اللي فريمون فما برشا خدمه وراها اللي هي معناها حرفيه وانا مش هكا اللي خذيت حرفه قديمه وانا قاعد جو لا فالوريس بالعكس انا قاعد نعلم في دي زارتيزون جدد اللي ما عندهم حتى ديبلوم نعلم فيهم في حرفه جديده فهمتني اللي هو يتسمى 2.0 معناها ارتيزانا في العالم توا خاطر حاجات جدد اما لازمهم برشا خدمه باليد فهمتني دونك عملوا هما ابيل لا كانديداتور انا شاركت فيهم وشاركت ببرودوي نعرفوا اللي ينجح خاطر مشيت قبل باري ديزاين ويك مشيت كزائر وشفت ابوبري معناها شنو هما لي توندونس وشفت شفت نعرف لي برودوي نتاعي ينجم ينجح وديجا عملت ان كونكور هو السوق هو مرشي فيه عرض وطلب كما اي سوق معناها وجربت ان كونكور انترناسيونال فيه يمكن اون سنتين دو ديزاينر بالعالم الكل امريكا الصين السويد الدنمارك وبرودوي نتاعي ربح في كومبيتيسيون اسمها لامب ذا كومبيتيشن مع ديزاين ميلك سي ان غران ماجازين انترناسيونال داكور دونك مشيت للطريق قلت له برجوليه معناها هذايا في ما عندي اللي عملت ابل معناها شاركت في الكونكور ولا قنعتهم اللي بلاستي موجوده معاهم وكي مشينا غادي عرفها وبيدو معناها شفت اللي قداش فما عباد انتريسي بالبرودوي وديما وخاطر سا لي زانتريك يمشيو ديما يحبوا يشوف يحبوا يفهموا فما يحبوا يفهموا فما دو تيب نتاع كليونتيل ولا جاو حتى دي كيما ذاك اللي جا سما ولا قبيلة سيطالي لاي اي هذاك سا دينيشور دو تالون ديريكت دوب ما مشي يختف البرودوي وعمل له تصويره وكل شيء دونك باش فهمت اللي حتى البرودوي نتاعي معناها فيه باهي برشا باهي حسين في مازالونا دقيقتين مع بعضنا في دقيقتين هذوما كان تحكي لي على دور مشروع كرياتيف تونيزيا في انه لاكومبانيمون تاثير الاسيستونس كيفاش كانت شنو استفدت منه انت هل انخراطك في المشروع هذا شنو رجع لك انت بالفائده اذا متاكدين منه لكن في شنو بالضبط والله في الاسبي فيزيبيليتي تسويق كيف معناها سي اون اوبورتونيتي تو مثلا باش تاخو ان اسباس وحدك على الانترناسيونال في بلايص كيما باري ديزاين ويك باري ديزاين ويك معناها فريمون سي لو توب نتاع الديزاين في العالم فما هو وميلان مثلا دونك حتى سي قالنا اللي انتم مطلوبين في ميلان ان شاء الله ان شاء الله بيسهل ان شاء الله فهمتني هذوما بلايص فريمون لازم واحد خاطر عندنا كل المؤهلات في تونس فما لي ديزاينر فما الحرف اللي هما
نقصوا في الأوروب ولا في أمريكا نقصوا دونك في تونس موجودين سان تيران اللي نجموا نخدموا عليه بالقدي بالقدي وفما كل شيء نقص معناها اللي توش تاع الاكومبانيمون هذاك اللي عند كرياتيف تونيزيا باش جوستومون باش نعملوا اشعاع عالمي باهي باهي برشا حسين يعطيك الصحة بارك الله فيك نعطيك سي تالي مازال قاعد معانا ما نعطيك كلمة الختام كان تحب تضيف حاجة تحب تقول حاجة ممكن ما حكيناش فيها تحب يشكرك هو حب يشكرك لا هو بالحق يعطيه الصحة طلال بارمي لي معناها مومبر اكتيف اللي فما في بلايص فما عبيد في بلاست وكلي بون عنده بوست وقاعد اما هو بالعكس شفته حتى في حتى كي مشينا مع بعضنا لباري ديزاين ويك من الصباح لليل وهو على ستوند معناها اللي ماشي اللي جاي فهمتني يبدا فريمون يمشي له ويحكي معاه معناها اللي انجاجي فوالا هذا هو هذا هو معناها انجاجي شكرا ليك حسين جرجي يعطيك الصحة جاك لايتينغ ان دي ديزاينور اللي شاركوا في باري ديزاين ويك اترافيغ مشروع كرياتيف تونيزيا مرة أخرى يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله نعاودوا نجيو مرة أخرى المحطة الأولى بيان سور معناها باري ديزاين ويك إن شاء الله ان شاء الله في ميلانو ان شاء الله ميلانو ان شاء الله شنغهاي كما كان تاع السيتالي ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك يعطيك الصحه تقعدوا معنا احنا فاصل ونرجعوا